لي الكيكه دي. دي اللي هي بروكن فيلو كيك. البروكن فيلو كيك شكلها من بره لو شلت لكم الفيلو ده المتقرمش كده شكلها كيكه عاديه جدا. انا حطاها كده ديكوريشن بسيط من نفس المكونات اللي موجوده جوه. هنشوف ازاي دلوقتي، شايفين لونها ازاي بيلمع كده؟ دي متسقيه شربات، هنعمله حالا مع بعض. اوكي، وهنعمل خليط الكيك وهوريكم ازاي حمصنا الجلاش. بس تعالوا نبتدي الاول نحط الشربات على النار. بيبقى الشربات تقيل، يعني مش اللي هو كوبايتين سكر لكوبايه ميه، مش 2 to 1. هنعمل شربات يبقى خفيف عشان الكيكه تتشربه بسهوله. ليه هنعمل شربات؟ الكيكه دي بيبقى فيها نص كوبايه سكر فقط، فمش محتاجين محتاجين نزودها حلاوه، والسيرب كمان بيخليها مويست طريه. اسباب كتير هتخليها طريه هقول لكم عليها. هناخد عصير برتقال، لو حابين تزودوا عصير ليمون ممكن، بيديها مزازه حلوه. لو البرتقال مزز ما تحطوش ليمون. وهناخد السكر، السيرب بتاعها فيه كمان بنحط له عودين قرفه. دايما المطبخ اليوناني بتلاقوا فيه البرتقال والقرفه داخلين قوي مع بعض، من الحاجات اللي بتليق قوي. اورنج اند سينمون، هحط عودين كفايه. وهنحط انا عندي هنا ورق ليمون، قلت لكم ورق الليمون ده احنا شجره الليمون العاديه بيضيف عطر، زيت الليمون بيطلع طعمه حلو قوي في الشربات لو متوفر. لو مش متوفر هتحطوا قشر البرتقال اللي كده كده انا هحطه برده. هناخد هنا البرتقال وناخد القشر. كل دي انفيوجنز، يعني طريقه لاضافه نكهات. عارفين لما تاكلوا حاجه بره وانتم مسافرين وكده تقولوا كان طعمه حلو، كان طعمه مختلف بناء النكهات. الطبخ هو عباره عن بيلدينج فليفرز. اوكي، فليفر يعني نكهه، والبيلدينج يعني بنا، فاحنا بنبني النكهات. فهحط هنا قشر برتقال معاها. في طبعا بيديها كمان ايه البرتقال، مش بس حلاوه او نكهه عطريه، بيديها سنه مراره مظبوطه خفيفه كده. هقوم حاطه هنا، هاتوا ناخد بالميجرين كاب، هنحط كوبايه سكر على الخليط ده كده تقريبا قد بعض. املاها ونسيبهم على النار، خليني اخلطهم. وده السيرب او الشربات اللي هنسقي فيه الكيكه، هنحطهم على حراره عاليه وعنا عليهم. القرفة مع الغليان هتنزل النكهة الحلوة. قشر البرتقال، وعلى فكرة احنا اتكلمنا كتير عن الفوائد، فوائد البرتقال اتكلمنا في حلقة امبارح قد ايه البرتقال من الحاجات اللي بتساعد على الهضم وبتلين المعدة وبتخليها فيها هضم كويس. كمان القرفة من الحاجات اللي بتظبط الانسولين وبتظبط الكريفنجز، اشتهاءنا للاكل عمال على بطال ده، القرفه بتشتغل عليه جدا جدا. وكمان الليمون من الحاجات الانتي بكتيريا، الليمون والبرتقال من زي مطهرات كده معويه. حلو ان نعمل اكل حلو، وحلو ناكله بوعي ونفهم فوائده وبكميات مش كبيره. تعالوا دلوقتي مع بعض ندخل، هوريكم عجينه الجلاش. هنقطع الجلاش، هناخد الرول زي ما هو اول ما يجي. بصوا بيبقى الرول ملفوف عادي كده، احنا بس زي ما هو بنقطعه بالسكينه شرايح، فبيبقى بالشكل ده. بصوا، ولا هنحط له سمنه ولا زبده ولا زيت ولا اي حاجه، زي الفيتوتشيني كده شكله. هناخد صينيه فرن ونحطه عليها من غير زي ما اتفقنا دهون، وندخله الفرن بس ياخد شقار كده، يشقر زي ده. احنا هنعمله مع بعض حالا. طب ليه ما حطيناهوش في الكيكه بالشكل ده؟ لو اتحط دلوقتي جوه الكيكه هيعجن وهيدوب ومش هنشوفه. وهو متحمص بالشكل ده لما يدخل جوه الكيكه هنقطعها حالا مع بعض ونشوف بيبان كده منه طبقات. فهندخله الفرن، وفكروني يا كنترول انه بيتحمر بسرعه، يعني يعني خلال السيجمنت ده ان شاء الله هيكون خلص. هاتوا نحط دول كمان، حرام نهدرهم. اذا تعالوا دلوقتي، الكيكه دي قلنا فيها الجلاش وفيها الشربات وفيها خليط الكيك. خليط الكيك عندنا لذيذ جدا وبسيط، وده خليط لذيذ للكيكه بعيدا عن انكم تحطوا فيها جلاش او لا. هنبتدي بنص كوبايه سكر، شايفين سكرها قليل، نص كوبايه سكر. وهنحط عشان نظبط السكر ذره ملح، دايما الحاجه المسكره بنوزنها بالملح. عندي هنا بشر برتقال او بشر ليمون، هنحطه مع السكر الاول لوحدهم. هوريكم هنعمل ايه، ممكن تفركوهم بايديكم وجربوا الطريقه دي. لما اي وصفه فيها سكر وبشر برتقال تدعكوا، حتى لما تيجوا تعملوا الليموناده ادعكوا السكر ببشر الليمون او البرتقال، وشوفوا الحراره، حراره ايدينا او حراره العجن او يعني وضعها في خلطهم في العجان ازاي بيطلع زيت العطريه وبيخلي السكر منكه
بال بصوا انا لما بفرك تحسوه تبل صح؟ بصوا رطب السكر من ايه؟ بصوا من الزيت اللي موجود في الليمون والبرتقال، وبكده احنا بنينا نكهه، بدل ما نحطها كده احنا اخذنا الماكسيمم فليفر منها عن طريق انه فركناها بالشكل ده. انا لو اقدر اشممكم ريحتها يعني، حتى بره ساعات بيتباع ليمون شوجر سكر منكه اوريدي، زي ما نحط ملح ندعك معاه الروزماري وبقى ملح بالروزماري، نفس الفكره انفيوزنج الاويلز نكهات الزيوت اللي موجوده سواء باي ورقيات اي حمضيات مع السكر او الملح. هضربهم ضربه كده سريعه وهناخد الاتي، عندنا بعدها البيض والزيت. عندي نص كوبايه زيت، اذا نص كوبايه سكر ونص كوبايه زيت. احنا فركناهم كده مع بعض، هقوم حاطه نص كوبايه الزيت، هكسر البيض هنا في الطبق وننقله وهما بيتخلطوا كده. كيكه لا تعتمد على خفق البيض يعني ارتفاع البيض وضربه وكده، لا كيكه بسيطه جدا هتشوفوا حالا، مجرد بس ترتيب وضع المكونات عشان النكهات. اذا السكر مع الليمون او بشر الليمون او بشر البرتقال، وبعدين هنحط الزيت والبيض، هضيفهم هما اهم بيتخلطوا، نعلي السرعه شويه. اذا خمس بيضات، هتلاقوا الوصفه مكتوبه على الفيسبوك. الكيكه دي هتقسم شربات خليط الكيك والجلاش. بعدين تعالوا نبص عليه، لسه طبعا هتشوفوها انه تهبط الاول، ابتدت تتحمر، نقلبها ابتدت خلاص تنشف، مجرد احنا بننشفها بالفرن. تمام. طيب هناخد ايه دلوقتي؟ هناخد شويه فانيلا لانه فيها بيض، مع انه حطينا ليمون بس حسيت ان هي ممكن تستخدم شويه فانيلا بسيطه. وهناخد دلوقتي المكونات، لا عندنا لسه مكون سائل بيدي هشاشه، قلت لكم الكيكه دي هشه من الشربات ومن الزبادي. هنحط كوبايه زبادي، زبادي العادي ولا يوناني ولا حاجه، هي الوصفه يوناني بس الزبادي عادي. هنحط معاها نخلط كويس. اذا السوائل كده، عندنا البيض والزيت والسكر. على فكره سؤال للكنترول وليكم، هل السكر يحسب من السوائل ولا المكونات الجافه؟ في زحمه في الرد من السوائل، اللي قال سوائل ده برافو. ليه؟ لان السكر لو حطيناه على النار هيتحول لايه؟ في الحراره السكر بيتحول لايه؟ لسائل. فالسكر بيتحسب على السوائل مش على الدراي انجريدينتس، لو حطينا دقيقه على النار مش هيبقى سائل، فالسكر من السوائل. فاضل لنا كده بس انه نحط كوبايه دقيق، اذا عندنا نص زيت نص سكر، واحد كوب دقيق واحد كوب زبادي، عندنا معلقه كبيره من بشر الليمون او البرتقال، وعندنا كمان خمس بيضات. هنحط دلوقتي اخر حاجه العامل اللي بيرفع الكيكه، بيكنج باودر او بيكنج صودا، معلقه صغيره مليانه، وهنحط عليها برضو عامل بيديها هشاشه، معلقه الخل. الخل ليه كذا دور، الخل كمان بيعقم البيض، بيضيع زفرته وبيرفع الكيكه اكتر، اكتيفيتر مفعل للبيكنج صودا او البيكنج باودر. هقلل الحراره بس على الشربات شويه، وده خليط الكيك. مجرد بس تتخلط المكونات مع بعض، مش محتاجة لا استنى البيض يرفع. أغلب الكيكات اللي بعملها لكم ما عدا الصراحة السويس رول أو السبونج كيك بتبقى معتمدة، مش معتمدة بالضرورة قوي على رفع البيض، لأنه أنا ما بحبش الكيكة تفشل صراحة، من الحاجات اللي بتضايقني إنه الكيكة تفشل. هقرب فبقلبه بس كده عشان الحتت اللي تحت تنشف برضه. غالبا خلال الفاصل اللي هنطلعه دلوقتي هيبقى جاهز، هطلعه خلال الفاصل. هنا بتاكد بس بالسباتولا كده ان كل الدقيق نزلناه وخليط الكيك بقى جاهز. هنعمل ايه ولا حاجه، هستناكم خلال الفاصل اروق بس حواليا. يلا نعمل اخر خطوه. اذا عملنا الشربات اهو على النار، عملنا خليط الكيك هتلاقوا مقاديره على الفيسبوك. هناخد دلوقتي هنا نطلع اللي بالفرن طيب مع بعض، لانه خلاص مجرد احنا بننشفه لا اكتر ولا اقل. بصوا اه، بصوا لونه عامل ازاي، شايفين؟
للناس على فكرة اللي عايزة تحط حاجات كرانشي على السلطات ومش عايزاه يبقى بزيت كتير ولا يبقى يعني نشويات كتير، دي فكرة برضو لذيذة. هنستخدم اللي برد، مش هنحط السخن هنا. هنعمل ايه؟ هناخد بصوا كمية، شايفين حجم الكيكة قد ايه؟ كمية هنحط قدها من الجلاش، بس هنحطه بالتدريج. بصوا ازاي هتشربها الكيكة. نقلب، جديدة صح؟ دي اللقطة اللي فاتتني اصلا بالكيكة، قلت لازم اجربها. نقلب، هي بتبقى شرب يعني مليانة من الفيلو بيستري اللي هي العجينة الجلاش. الكمية دي ممتازة خلاص. لو حابينها كيكة أكبر من دي ضعف الكمية، سهل. الكوباية دي تبقى 2، الخمس بيضات يبقى 10 بيضات إلى آخره. هنقلب وبعدين نجيب القالب. أين القالب؟ أهو عندي سبراي. يا إما تحط ورقة زبدة، بس أنا جيت أحط ورقة زبدة الصبح، إحنا هنسقيها وهي لسه في القالب، فورقة الزبدة هتبوش. يعني الحاجة اللي هتسقوها وهي في القالب مقفولة كده هيبقى صعب نحط ورقة الزبدة. القوالب هنا نانستيك، ناخد الخليط ده كله كده. وعلى فكرة بتاخدش وقت كتير في السوا، إن شاء الله وإحنا لسه بنعمل باقي الوصفات تكون طلعت من الفرن. الفرن درجة حرارته عادي 180 مع مروحة. دايما الكيكس حاولوا انه يكون الفرن، يعني اللي بيحب يخبز كيكات يجيب الفرن اللي فيه مروحة، مش بس الحرارة من تحت من غير مروحة، لانه التسوية مش هتبقى مظبوطة، هتحرق او يستوي الكيك من تحت وهو لسه معجن من فوق. ولو شغلنا مثلا عليه الشواية من فوق ممكن يتحمر من فوق وهو لسه طري من تحت. بصوا بنعمل ايه، بنعمل كده بس والى الفرن. هيا بنا نحطه بالفرن هنا، عشان تاني فتحناه وقفلنا كتير الحرارة قلت. فهندخله هنا الفرن، حرارتنا 180 مع المروحة، ونقول لها see you later. اذا تعالوا نقطع بقى كنترول اصلا، يلا بقى نقطع حتى نشوف شكلها من جوه، وانا متحمسة جدا. الكيكة بتاخد تقريبا، هتاخدنا نص ساعة تقريبا مش كتير. هاتوا نقطع حتة، بسم الله من هنا، ونشوف البروكن فيلو كيك اللي قلنا هي مش ترندي، هي تقليدية بس ما خدتش يعني نصيبها من الشهرة قبل كده. ان شاء الله النهاردة بنديها نصيبها من الشهرة. بصوا بتطلع عاملة ازاي، بصوا من هنا شايفين الرقات دي. كيكة لو حابينها تتسقى اكتر ممكن نعمل حاجة، لما نيجي نقدمها ناخد، انا عندي مغرفة صغنطوطة بحبها، هل يا ترى الاقيها؟ تعالوا مثلا نقول الشربات خلاص على وشك، هو شربات خفيف، ممكن ناخد من الشربات ده نحطه في الطبق تحت، هو لسه بيتقل. الحاجات شويه المختلفه اللي المطاعم بتعملها، نقوم حاطين الكيكه كده، وعلشان هي فيها الفيلو بيستري هناخد شويه من الفيلو الجلاش. لا كريم شانتيه مش مع كل حاجه يا كنترول. خلاص هنا كيكة تقليدية بسيطة، ممكن في الصيف نقدمها مع آيس كريم مثلا. بس بصوا قد إيه الطبق شكله بسيط. مخرجنا إيه رأيكم في الكيكة دي؟ شايفين الرقات اللي هنا دي؟ ده الجلاش، طبقات الجلاش أهي باينة. هندوق وهنعمل فقرة التعذيب، بس أنا لازم أصورها طبعا عشان تنزل لكم الصورة على الفيسبوك. هاتوا نحط الكيكة هنا، بصوا شكلها من جوه بجد. انا بحب شكل الكيكه اصورها وهي مقطوعه على فكره، انا صورتها دي قبل الحلقه، بس غالبا هتلاقوني بحب اصورها لانه تسويه الكيكه من النص. شوفوا احنا ما استنيناش ولا البيض يترفع ولا اي حاجه، ومستويه بيرفكت من جوه يعني حتى الى الوسط اهو، شايفين سواها بيرفكت 100%.